بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قليلا سلاما إلا قيلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب أسريت قطرة مي مو ماء مسكوب وين الماء المسكوب الشيطان قوتي وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة
وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم صدق الله مولانا العلي العظيم الفاتحة السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها
ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام هدى مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطى مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد.
اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليهم السلام. اللهم العان أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت وشايعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجود. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرني ويسعدني أن أقدم لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات وأعطر باقات التهنئة إلى مقام سيدي ومولاي وإمامنا الغائب بقية الله الأعظم أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ولي العصر صاحب الزمان الحجة ابن الحسن العسكري الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى مولد عمته الهاشمية الطاهرة المطهرة العالمة الغير معلمة زينب الحوراء عليها السلام، كما ونهنئ كافة مراجعنا الفقهاء العظماء
العظام وعلمائنا الأعلام في الحوزات العلمية جميعا والسادة الكرام وإلى الأمة الإسلامية جمعاء في مشارق الأرض ومغاربها بهذه المناسبة السعيدة والذكرى الحميدة. سائلين من المولى العلي القدير جل شأنه أن يعيدها عليكم وعلينا بالخير والبركة واليمن والصحة، وأن يوفقنا وإياكم ويرزقنا جميعا الأمن والأمان والراحة والاستقرار والاطمئنان القلبي في الوطن العزيز والعراق الجريح ربوع الرافدين. وشكرا لكل من حضر وساهم ودعم وتبرع لهذه الأمسية. سائلين المولى القدير أن يعيدها علينا وعلى جميع المؤمنين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتها وبالآخرة شفاعتها إن شاء الله بحق محمد وآله الطاهرين. قصيدة من وحي المناسبة يلقيها عليكم مرتضى الخفاجي، فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. ولدت كما يشرق الكوكب، فأم تباهي ويزهو أب، علي وفاطمة أنجباك، عينا من الخير لا ينضب، وجاء بك جدك المصطفى ليختار لاسمك ما يعجب، فقال ولست كما تعلمان أسبق ربي بما ينسب، وهذا أخي جبرائيل أتى بأمر من الله لا يستعذب، أتى بأمر من الله يستعذب، يقول إلهك رب الجلال تقبلتها واسمها زينب، وكفلتها بأخيها الحسين، ويوم يعز به المشرب لتحمل أعباءه كالليوث فيسري بأطفاله المركب. أسارى إلى الشام من كربلاء وصوت على ظهرهم يلهب، أقائدة الركب يا زينب تغنى بك الشرق والمغرب، خطبتي فدوى بسمع الزمان صوت إلى الآن يسترهب، أخاف الطغاة على عرشهم فظنوا عليا بدا يخطب، وأسقطت قبل فناه يزيد وضاق على رأيه المذهب، وولت أمية مدحورة وما ظل ذكر لهم طيب، وأنت التي كنت مأسورة وما لك في الشام من ينسب، لك اليوم هذا الندى والجلال مثالا لأهل النهى يضرب، وقبر يطوف به اللائذون رمزا وما عنده يطلب، منارا يشع بأفق السماء فيعلنها هذه زينب. محمد وعلي محمد. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. كانت مرحلة البلوغ التي مرت بها السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها
حيث ترعرعت في أحضان أمها السيدة فاطمة الزهراء وأبيها الإمام علي عليهما السلام، ونهلت من معين علمها الذي لا ينضب، حيث اقترنت مرحلة بلوغها وتكامل هذه السيدة المباركة العملاقة بتقلبات كثيرة، وواجهت في حياتها مشاكل ومصائب جمة من بعد شهادة جدها وأبيها عليهما السلام. فالمعروف عن السيدة زينب عليها السلام هو تلقيها دروس التربية والأخلاق الرفيعة من جدها وأبيها في ذلك البيت الطاهر، بما في ذلك الفصاحة والبلاغة والأخبار عن المستقبل ومعرفة الحياة وقوة النفس وعزتها والشجاعة والعقل الوافر والحكمة في تدبير الأمور واتخاذ ما يلزم من مواقف أو قرار اتجاه ما يحدث. فكانت مدرسة للحياة في كل شيء، غير أن أبرز ما يميزها هو ذلك الموقف العملاق الذي وقفته عليها السلام في كربلاء يوم واقعة عاشوراء الدامية، ما هي إلا زاوية صغيرة من الاختبارات الإلهية الكبيرة في حياة العقيلة زينب. عشنا بيد أهل المطامع والسياسات الدخيلة، شعب مسلوب الإرادة محنة مرة طويلة. مطلع قصيدة سياسية تحكي عن الواقع يلقيها على مسامعكم ملا كاظم الجبوري، فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أنشد شعرا إنه مرتضى الخفاجي، والمنشد ملا كاظم الخفاجي، وفي المطبخ أحمد الخفاجي أبو علي. إذن على الذين يفوزون بهذه الهدايا أن يقدموا ولو واحدة إلى آل خفاجة. الحقيقة ارتأى السويلمان أن أقرأ قصيدة سياسية هذه الليلة، وأني مصايبنا من ايدينا جرحنا من نبي، مصايبنا من ايدينا جرحنا من نبينا عفية ولاي نحط بالنار أصابعنا ونشويها ونعرف العيلة وين وما نداويها مصاي عشنا بيد أهل المطامع والسياسات الدخيلة، عشنا بيد أهل المطامع والسياسات الدخيلة، شعب مسلوب الإرادة ومحنته مرة وطويلة، تصادرت حريته منه رغم أهدافه النبيلة، رغم أهدافه النبيلة، رغم اعتقاده وفطرته وتاريخ مجده وسيرته، ممنوع يعلن كلمته بوجه حكام العميلة. شعب لكن محروم رغم شرعيته مظلوم، شعب لكن محروم رغم شرعيته مظلوم، تحكم التاف هالمشبوه
ماضيها نعرف العيلة وين وما ندا مصايبنا مصايبنا مندي جرحنا من نبينا مصايبنا مصايبنا نحط نحط بينا رصابعنا ونشويها ونعرف العيلة وين مصايبنا احنا من يوم العلنا صوتنا العترة محمد مصلي على محمد وآلي محمد احنا من يوم العلنا صوتنا العترة محمد تحاصرنا وهمشونا بزاوية منفذها من سد وبقتها النعرة القبيحة عارها للآن ممتد عارها للآن ممتد من يوم أول منكرة وأول خيانة سافرة العهد الحضارة الزاهرة رافضة عالدين ننعد رافضة عالدين ننعد تطرفنا بهوانا ورفضنا أهل الخيانة تطرفنا بهوى رفضنا أهل الخيانة لكن المشكلة وين وسكتنا على الظليمة وهاي تاليها نعرف العيلة وين وما ندا مصايبنا مندينا مصايبنا جرحنا وجريحنا من مصايبنا مصايبنا بعد جريحنا نحط بالنار نحط بالنار أصابعنا ونشاوي نعرف العلة نعرف العلة وين وما نداويها مصايب أجيال وحدة الواقع الكوفة وغدرها الطبع مشكلة أمة عكست علينا أثرها نظرة الأجيال وحدة الواقع الكوفة وغدرها إلى الشاعر الأديب الأستاذ رزاق أبو عسكر الفتلاوي نظرة الأجيال وحدة الواقع الكوفة وغدرها وهالطبع مشكلة أمه عكست علينا أثرها لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد وجريحنا من نبينا مصايبنا من دينا وجريحنا من نبينا نحط بالنار صابعنا ونشاويها ونعرف العيلة وين وما نداويها رجاء بلا كلام بدون زحم عليكم شباب لكم تسمعوني عشنا بيد أهل المطامع والسياسات الدخيلة شعب مسلوب
إرادة ومحنته مرة وطويلة اتصادرت حريته منه رغم أهداف النبيلة رغم أهداف النبيلة رغم اعتقاده وفطرته وتاريخ مجده وسيرته ممنوع يعلن كلمته بوجه حكام العميلة شعب لكن ما حروم رغم شرعيته ما ظلوم شعب لكن ما حروم رغم شرعيته مظلوم رغم شرعيته ما ظلوم تحكم التافها المشبوه ماضيها نعرف العيلة وين وما نداوي مصايبنا مصايب وجرحنا وجريحنا من نبي نحط بالنار نحط بالنار أصابعنا ونشويه نعرف العلة ونعرف العلة وين أو ما يلا يثير احنا من يوم العلن صوتنا العترة محمد من يوم العلن صوتنا العترة محمد تحاصرنا وهم شونا بزاوية منفذها من ساد وبقت هالنعرة القبيحة عارها للآن ممتد عارها للآن ممتد من يوم أول منكرة وأول خيانة سافرة العهد الحضارة الزاهرة رافضة عالدين ننعد تطرفنا بهوانا ورفاضنا أهل الخيار وسكتنا على الظليمة وهاي تاليها نعرف العيلة وين وما نداوي مصايبنا مصايبنا وجرحنا من نبينا وجرح أصابعنا ونعرف العلة وين ونعرف العلة وين أو ما ندا مصايبنا مصايبنا نظرة الأجيال وحدة الواقع الكوفة وغدرها وهالطبع مشكلة أمه عكست علينا أثرها حاصل الأحداث شاهد لو تتبعنا خبرها لو تتبعنا خبرها الحاضر اللي احنا نكابده الحاضر اللي احنا انكابده ثمرة الماضي الفاسدة وسوء النفوس الحاقدة والسياسات وخطرها بقينا للمذابح تصنفنا المصالح بقينا للمذابح تصنفنا المصالح وكل هجمات فكير كافر نحييها ونعرف العلة وين وما نداوي
مصايبنا مصايبنا جرحنا وجرح بعد عيني نحط بالنار صابعنا ونجويها ونعرف العيل ويني وما نداويها مصايبنا مصايبنا انحسب ماضيهم علينا وهذا حاضرنا بدينا الله بالخير ابو خالد حبيبي انحسب ماضيهم علينا وهذا حاضرنا بدينا صرنا بيد اهل السياسه سلعه وتحكموا بينا ابسط انواع الحقوق ان منعت حرمت علينا منعت وحرمت علينا ظلم وظلام ومسخرة وبكل مدينة مقبرة ومجزرة تابع مجزرة وبعد قاطات ابتلينا الوطن بستان مهجور بلا حارس ولا سور الوطن بستان مهجور بلا حارس ولا سور وصدق من قال حاميها حرام ونعرف العيل لوين وما نداوي مصايبنا مصايبنا كانت هذه القصيدة للشاعر أستاذ الأديب رزاق أبو عسكر الفتلاوي إذا رأيت تعاشر لا لا تعاشر ذيب إذا رايد تعاشر لا تعاشر ذيب عاشر لك غيور اللي يكره الزلة وإذا رايد تحب حب حيدر الكرار والله إذا رايد تحب حب حيدر الكرار صدق ما يفيدك غير أبو الحملة ولو تحتاج بالك تطلب من الناس والله لا 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 لو تحتاج بالك تطلب من الناس بس حامل حمى يستاهل يستاهل تقله من علينا من علينا والله من علينا من علينا بعطيت البارحة دار من علينا وغاض اللي ضده من علينا عزتنا وشرفنا من علينا تاج الروس حماي حماي خادم خادم إذا رايد تعاشر لا تعاشر ذيب عاشر لك غيور اللي يكره الزلة وإذا رايد تحب حب حيدر الكرار صدق ما يفيدك غير أبو الحملة لو تحتاج مالك تطلب من الناس بس حامل حمى يستاهل تقل من علينا من علينا والله من علينا بعطيت البارحة دار من علينا وغاض اللي ضده من علينا عزتنا وشرفنا من تاج الروس حمايل صلوات صلوات على محمد وعلي صلوات صلوات
صلوات صلوات على محمد وعليه. مو فاتحة أبو مصطفى مو فاتحة. صلوات صلوات على محمد وعليه. اي وحق الارض والثبت سماها وحق الارض والثبت سماها ابد ما تنوصف زينب سماها بارب عزته وقدره سماها بارب عزته وقدره سماها طاه الحيدر وفاطم هديه نطاه الحيدر وفاطم هديه. صلوات صلوات على محمد وعليه. شعت بكل نور هلت زينب شعت بكل نور هلت ولادتها دموع الفرح هلت علينا الخير والافراح هلجت اجت للحفل بهاي المسيه اجت للحفل بهاي المسيه. صلوات صلوات على ربح كل من الحامل جار واله ربح كل من الحامل جار واله خصم اي ربح كل من الحامل جار واله وخصم المرتضى للنار واله. صلوا على الشفيع وبعد واله صلوا على الشفيع وبعد واله صلوا على الشفيع وبعد واله. مولد بنت علي حامل حميه مولد بنت علي حامل حم اي صلوات 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 اي بالتوراة والانجيل سمعنا ثير على محمد وعلي. اي البار الفاطمة بزينب بشرها بار الفاطمة بزينب بشرها رغم عدوانها احترقت بشرها سماها سماها النبي سيدة بشرها سماها النبي سيدة بشرها فرحها فرح بقدوم الهاشمية فرح بقدوم الهاشمية. صلوات صلوات طولت عليكم ماني ها يل عندك حوائج لا تطخ الراس بالك لا تذل الواحد من الناس صيد صد وجهك لزينب هاي خيت صد وجهك لزينب هاي خيت عباس معروفه تقضي الحاجات معروفه تقضي الحاجات المدينة وشعت الأنوار الفلك هو وسماء يبان
فيها أحسنت ملا كاظم الخفاجي، طيب الله أنفاسك. طبعا حارة ها الفخر، لا التبريد لا التدفئة، حارة مو اي. الحمد لله هذا الشيء ما تم إلا بجهود الخيرين، جزاهم الله ألف خير. طبعا نذكر بوجود مسابقة سحب بطاقات الخمس بطائق $20، هاي الهدايا راح تكون، راح نسوي السحبة بنهاية الاحتفال إن شاء الله. طبعا عندنا خبر جديد هم نحاول نطرحه للجالية، وهو استحداث قسم جديد بالحسينية، قسم إدارة المشاريع الاستثمارية. هذا القسم راح يترأس الأستاذ نبيل نصار، صلى على محمد وآل محمد. هذا القسم الجديد اللي قلنا راح نسميه قسم إدارة المشاريع الاستثمارية، راح يكون من شأنه أنه صبار صلى على محمد وآل محمد. سكت لنا ابنك يا مول، لا بأس بالثانية، رحم الله والديكم. نكرر الأمر، استحدثنا قسم جديد بالحسينية، قسم إدارة المشاريع الاستثمارية. هذا القسم راح يترأس المهندس نبيل نصار، وهو بعدين راح يشكل اللجنة اللي تتعامل ويا بإدارة بخلق مشاريع استثمارية من شأنها تطوير المستوى المالي للحسينية، لأفراد الجالية، أي واحد عنده مثلاً فكرة مشروع استثماري ممكن يحكي ويا الأستاذ نبيل، هو نشوف شنو اللي مثلا محضر لنا كمشاريع استثمارية. أكيد يعني كمرحلة أولية يجوز تكون مثلا شركة مساهمة موثقة بالحكومة، أكو محامي أكو محاسب، على هالأساس هذا. وإن شاء الله بالمستقبل القريب بعد ما تتبلور الفكرة أكثر راح نوافيكم بالتفاصيل. جزاكم الله خير الجزاء. طبعا صابر قال على سبيل النكته، يعني اكيد راح تكون بالمستقبل انه الناس اللي هي تستثمر بهاي المشاريع، اذا مثلا عندنا المهندس، عندنا السباك، عندنا الصباغ، عندنا الكهربائي، اكيد هذول هم لهم الاولويه انه يقومون بهاي المشاريع. يعني شلون مثل ما تقول الطعمه من لحم ثورك، يعني وبالنهايه ذيك الساعه الارباح من تتقسم كل من وحسب النسبه اللي داخل بها. نرجع الى فقرات حفلنا. نقل لنا المنبر الحسيني الكثير من خطب السيدة زينب سلام الله عليها، التي لا يزال دورها هام كبير على صعيد تركيز الحالة الإيمانية والدينية وتكريسها في نفوس أبناء المجتمع وتوثيق الولاء والارتباط بالدين ومناراته الهادية من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن الأشخاص الذين خدموا هذا المنبر وأدوا حقه سماحة الشيخ عباس الزيداوي، فلنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ثانيا غفر الله لكم. على محبة السيدة زينب الثالثة بأعلى أصواتكم. عندك كلمة؟ أي. أنا ما أطول.
طيب وافاهكم بذكر محمد وآل محمد.